من المقرر أن تنتهي اليوم المهلة التي خصصها المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لموافقة جميع الأطراف على هدنة إنسانية مدتها 48 ساعة لإدخال المساعدات إلى حلب. وكان دي مستورا صرح أمس أن القافلة الأولى من المساعدات يجب أن تذهب إلى حلب عبر طريق الكاستيلو لأسباب تتعلق بالعوامل اللوجستية والعمليات حسب قوله. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن بسام بريدي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات. أهلا بك سيد بسام، وردنا أنك التقيت بمسؤولين أمميين حول قضية إدخال المساعدة إلى حلب. لو توضح لنا ملخص ما جرى خلال تلك اللقاءات. السلام عليكم، أنا بسام بربندي، شكرا كثير لاستضافتكم لي. فعلا بالأيام الماضية ذهبنا إلى نيويورك، التقينا مع حوالي أكثر من 20 ممثل لدول في مجلس الأمن وفي المجموعة الدولية المهتمة بالقضية السورية. بداية من الضروري التأكيد على أن مكاتب الأوشا، مكاتب الأمم المتحدة في تركيا، في لبنان، في دمشق، كلها أجمعت على أن الطرق الكاستيلو وراموسا كلاهما صالحين لإدخال المساعدات الغذائية. من الناحية التقنية، من الناحية الفنية، من الناحية الأمنية، هم أجمعوا على أنه يمكن استخدام هذين الطريقين لأسباب سياسية أكثر منها فنية أو تقنية. هم الأمم المتحدة اختارت فقط الكاستيلو. نحن خلال حديثنا أو لقاءاتنا مع ممثلي الدول كنا واضحين بأن الأمم المتحدة يجب أن تكون حيادية، يجب أن تعمل ضمن ميثاق الأخلاقي للأمم المتحدة، أن لا تعمل على تشريع النظام، تشريع وجود النظام. اختيار فقط طريق الكاستيلو لا يفهم منه إلا فقط بأن الأمم المتحدة تتعامل فقط مع النظام لحسن نية وسوء نية، لا هذا غير مهم، المهم النتيجة. الدول كان هناك في ترحيب بالموضوع، ولكن القرار لدى ديمستورا. نحاول أن نضغط على ديمستورا، نحاول أن نشرح له كل الأبعاد التي هو يعرفها جدا. طيب سيد بسام، لماذا ديمستورا والأمم المتحدة يرفضون طلب المعارضة بإدخال المساعدات عبر طريق الراموسي، وخاصة أنه سيكون هناك هدنة يعني 48 ساعة؟ السبب الحقيقي، هناك عدد أسباب حقيقة. إذا بدنا نتحدث طريقة واقعية أو طريقة بدون بعيدا عن الثورة بمنطقة المنظور الغربي للأمور، رقم واحد، يقولون أنه في الراموسي يوجد جبهة النصرة ويجب عدم التعامل مع جبهة النصرة أو فتح الشام. هذا سبب رئيسي بالنسبة لهم، لا نريد أن تشريع التعامل مع هذه المنظمة الإرهابية وكل من يتعامل معها. هذا الشيء المخفي بالموضوع، هم لا يرون من الثوار إلا الإرهابيين. هذا واقع نعيشه كل يوم. هذا هو السبب الحقيقي، رقم واحد. رقم اثنين، ديمستورا ومنطق الأمم المتحدة يقول نحن علينا أن ندخل الغذاء، إذا استطعنا أن نساعد شخص هو أفضل أن نساعد لا أحد أو لا أحد. يعني بين يختارون دائما، يضعونا بمكان إما أن نختار، السوريين دائما علينا أن نختار إما العرض المقدم لنا أو لا شيء. نحن كنا نحاول أقول لهم أمم المتحدة عليكم أن تطعم جميع السوريين بكل مكان، ولكن يجب أن لا تدعموا القاتل. هناك البعد الروسي للموضوع، لأن الروس هم وافقوا على هدنة 48 ساعة لإدخال المساعدات، هم لا يريدون أن تشمل هذه الهدنة القتالية وقف الأعمال القتالية المنطقة الجنوبية من حلب. فبالتالي هم يريدون أن يستفيدوا فقط بالمنطقة التي يسيطر عليها النظام ويريحونه نوعا ما، ويستمرون بقصف المنطقة الجنوبية من حلب. يعني عمليا هذا هو الهدف. طيب سيد بسام، ما السيناريو المحتمل في حال أصرت الأمم المتحدة والمعارضة على موقفيهما من طريق إدخال المساعدات إلى حلب؟ يعني الأمم المتحدة مصرة على الكاستيلو والمعارضة مصرة على طريق الراموسي. يعني أنا أتواصل مع أكبر قدر ممكن من الأشخاص الذين أعرفهم بحلب أو مهتمين بهذا الموضوع، دائما أقول لهم لا ترفضوا الهدنة، لا ترفضوا نصيحتي الشخصية لهم، لا ترفضوا الهدنة، لا ترفضوا إدخال المساعدات، ولكن دائما طوروا طريقة طرح الموضوع. لا تقولوا نحن يعني ليست موضوع مرة أخرى إما يدخل أو لا يدخل. نحن نقول لا، نحن مع الأمم المتحدة وعلينا إدخال المساعدات، الأمم المتحدة تعمل كل شيء جيد والله يجزيها الخير، ولكن هناك في محاذير. لا أعرف أين تتجه الأمور. أنا أتمنى أن المعارضة أن تثبت على موقفها، أن تقول لا يمكن تشريع النظام عن طريق استخدام الغذاء. ديمستورا لم يستطع إدخال 500 حصة غذائية إلى درية، وغض النظر عن إخراج 8000 سوري من درية. فيعني علينا أن نضحي. أنا من الأشخاص الذين
أرجو من كل المعارضة السورية أن تقوم بتحدي المجتمع الدولي، نحن الأخوة على الأرض. شكرا لك، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، بسام بريدي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات. شكرا جزيلا، مع السلامة. السلام عليكم.